نعتذر مشاهدينا الكرام على انقطاع البث المباشر. لا حول ولا قوة بالله العظيم. نعتذر مشاهدينا الكرام على انقطاع البث المباشر. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر، مباشرة معكم من عاصمة الانوار الرباط. قصة امل، امل شابة عندها 34 سنة، ام لستة اطفال. الصوت واش مزيان خوتي المغاربة؟ اكتبوا لي في كومونتير واش مزيان الصوت. والصوت مزيان، والصوت مزيان. نعم مزيان. فأمل شرات قبر الحياة دويرة في السكن العشوائي في منطقة البقنادل. شراتها سكنات فيها هي وليداتها باش تحميها من المعاناة وتسر. باغا غير بلاصة فين تسر عندي دويرتي. عارف هذوك اللي كيقولوا ساكنين هما راه ما ساكنينش، تيقولوا راه هما ساكنين راه ما ساكنينش. دويرة في السكن العشوائي خداتها من واحد السيد قبل ما يولد شي ابتزة كل مرة، وخا خلصاتو عن طريق المحامي عطا هذيك الدار. عفوا نعتذر عن قطاع البث المباشر. يعني ولا هذاك الجار هو النقطة السوداء في حياتها، ولا ذاك الجار هو النقطة السوداء في الحياة ديالها. خلق لها متاعب، خلق لها مشاكل، ولات تبتزها كل مرة. عطيني الفلوس، عطيني الفلوس، عطيني هادي، عطيني هادي. تيحيد لها الفلوس، تياخذ منها الفلوس بطريقة بشعة وطريقة لا إنسانية. وما تيقولش هادي راه قهرها الزمان وصافي، وما حطش في راسو على حد قول أمال، ولا داكشي اللي عودتنا أمال. ما قالش عرج جار على جارو، والنبي وصى على سبع جار، هادشي ما عندوش. عرفتي الا كيقول لي عطيني الفلوس، تصورتني شي قضيه تخلعاتني، كيقول لي عطيني الفلوس، عطيني 1000 درهم، عطيني 1500 درهم، وبالتالي فواحد الوقيته تيجي فاش قالت لي تيهددني بالجنويه. قالت لي فاش ديكلاريت به، وفاش دخلوا رجال الدراك، وفاش سبعوا ليا، وحيطوا عليه، ولا تيخرج لي بالجنويه باش يهددني. امال ما نطولش، لان قصه امل انا شخصيا اثرت فيا قبر الحياة. شبر على شبر آخر المطاف، تولي تتعاني مع شخص باع عليك ورجع عليك، ولا تيبني عليك سور أكثر من هذا. سور قالت لي بني عليا، مشيت ديت ولادي للمدرسة، جيت لقيته بنا السور، حتى الرد ما حط داكشي. أمان شنو تقول؟ السلام عليكم. هذا ودي حقرني هاد السيد بزاف وتعدى عليا. واش حقره؟ حقرني هاد السيد، شريت منو سكنه ومن نهار يسد لي الباب كيتصل الباب كيطلع الطوم. انا راجل درويش عندي 6 ديال الوليدات، ما كاينش اش نخلي راجلي يقتلو يمشي للحج؟ شكون يكبر لي ولادي؟ شكون يربيهم؟ ما كاينش لي يعيش لي ولادي. اللهم كنلتجا للقضاء وكنقول ماشي مشكل، على الصبر انا نصبر، ومهم راجلي يبقى حدا ولادو، ما عندي ما ندير مشاكل. وكنتمنى من الله يدير لي ربي تا ولدي الخير. هاد السيد شريت منو سكنه. علاش تبكي؟ أربع شهور ديال المعاناة، نهار على نهار أنا ما التجأت وبينت وجهي، وشحال من حاجة ما كنتش باغا نديرها، وهادشي درتو جابتو الأقدار وجابتو الظروف. حيت هاد السيد حقرني بزاف وتعدى عليا ودا ليا رزقي وبزاف ديال الحوايج وكيبتزني، عطيني الفلوس. كيفاش شريتي الدار؟ هاد الدار سيدي أنا كانت عندي واحد البقعة كنت كندير فيها براكه، كنسكن فيها انا وولادي، عندي 6 ديال الوليدات. المهم الكرا حتى واحد ما كيبغي يكري ليا، على ود ديك 6 ديال الوليدات. الكبيره عندها 11 عام والصغيره عندها عام ونص، حتى واحد ما كيبغي يكري ليا. كنا ساكنين في البرارك ديال البرامه، ميحيدوا البرارك. مشيت لديك البقعه ديالي درت فيها براكه وسكنت فيها.
كيجيو كيريبو ليا، كنعاود عاوتاني نطلعها كيجيو كيريبو ليا. المهم ولادي تكرفصوا معايا بزاف. المهم التريبه الاخرى في راس العام ريبو ليا واحد التريبه، كرفصوني الدولية كلشي، ما خلاوش ليا شي حاجه، ما اختل ما عند تشارجاوهم في الصطافيط، وبقاو ولادي كيبكيو وعاودوا هبطوا ليا الحوايج وداكشي الدولية، قصدي الدولية كلشي. بقات عندي البقا، جيت لواحد البلاصه قريبه لينا تما في البراهمه وكريت واحد البيوت وكوزينه. هاد السيد كان هو عنده تريبورتور وكان باعو. المهم كان تيقول مال التريبورتور انا بغيت نبيع واحد المحل اللي بيشتري مني. المهم بقات دارت الهضره سمعناها حنايا، قال لي راجي انا واحد السيده شرات مني مشات للصباليون، بعت ليها بقعتي. المهم هي كانت باغا نبيع لها البقعه، انا ما بغيتش، قلت نخليها ونبقى كاريه. من سمعنا هاد السيد تيبيع، قلت الراجل نبيعو ونشريو منه نسكنو ولادنا ما نبقاوش كاريين. قال لي صافي بعتها لهاد السيده، شديت منها الفلوس، دازت موراها يومين مشيت شريت من هاد السيد، تكاتبت انا وياه، خلصتو عطاني الساروت قدام المحامي اللي كتبنا، جيت بحالاتي انا في الدار ديال الكرا. موراها يومين ولا ثلاث ايام حيت كان باقي ليا شويه ديال الكرا، قلت غنمشي. موراها واحد ثلاث ايام جا الدري اللي مشى معنا النهار الاول وباقي لدابا كيقول لي نشهد ليك، لدابا كيقول لي انا نشهد لك بانك شاريه من عنده سكنه. المهم جا داك الدري عند راجلي تلقى مع حدا القهوه، قال ليه مصطفى، قال لي شنو، قال لي شتي عمر راه حيد الباب وسد بالطوب. انا كريت تريبورتور مشينا عنده، خرج عندي هو نهار اللي بغيت نشري من عنده، طلع لي باه من الشرجم، دخلنا بوحدو هو للدار، مراتو طلت ودخلت بوحدو هو ورانا الدار ومشينا. نهار اللي مشيت على ود محلي خرجت لي امو، خرجت لي اختو، خرج خوه، خرج خوها اخر، خرجت مرت خوه، خرج باه، خرجت امو، خرجت مراتو، كلهم كيقولوا لي احنا ما بغيناش يبيع دارو. قلت ليها ردوا لي فلوسي وانا نخلي ليه دارو، المهم انا ما تضيعونيش. قال لي هو وعرتيش عديري، انا راه تجيب لي كتار من باش بعت ليك، سيري بحالك تنبيعها على خاطري وديك الساعه نرد لك فلوسك. انا ما تسرطتش ليا وما تهضمتش ليا، وبحال حقروني ديك الناس وتجمعوا لي وداكشي. جيت بحالاتي مشيت للدار بغيت نديكلاري، قالوا لي ما ديكلاريش عندنا، سيري ديري شكايه لوكيل الملك وتجي لينا وديك الساعه نستعيب، حيت هادشي ما فيش ديكلاراسيون في لابريكان. مشيت درت ما كنعرفش ديك الساعه، درت محاميه دارت لي شكايه لوكيل الملك، بقيت تنتسنى شي 25 يوم، طلع هبط متابعاها من عند وكيل الملك لابريكاد ديال حي السلام، من لابريكاد ديال حي السلام عاد مشات لديك لابريكاد. ممكن نهار تنمشي، من اللي حكيت تما كاين استدعاوه، جا قالوا لي هاد السيده، قال لهم هاد السيده شاريه من عندي، من يوصل لابريكاد كل شيء قالوا، قال لهم شاريه من عندي وشاريه من عندي سكنه وما كنسالهاش ما بيني وبينها حتى حاجه. هادشي قالوا في المحضر، قالوا في المحضر ومسيني عليه، قال لهم ما تنسالها ما والو، بيني وبينها واحد العشرين، هو كيقول 20 متر بيني وبينها واحد العشرين متر، وجات من جهتها انا ما عنديش كي ندير ليها، تشريها مني. نط انا في لابريكاد قلت لي انا ما عنديش باش نشريها منك وما نشريهاش منك. والنهار اللي مشيت عنده باش لقيتو سد لي المحل، قال لي تشري مني 20 متر، وهذيك 20 متر بحال بغا يبتزني بها. هذا الشكل العشوائي وبنادم كيبيع ويشري فيه العجيب. حيت ملك ديالهم، ملك ديال باه ديالهم، ملك ديال باه كاتب ليه باه. منين وصلنا للابريكاد قالوا ليه دابا هاد السيده راه ما بغاتش تشري منك، ما تشريش منك بالزاز، ما بغاتش تشري منك، راه تشري منك بالخاطر. قال لي صافي انا نمشي نعطيها دارها. جينا قال لي سيري جيبي باب، حيت هو كيحيد الباب كيبيعو كيسد بالطوب. قال لي سيري جيبي باب، مشيت شريت باب، جبتو، جبت الطوب، صديت محالي قادي، دوزت شي 3 ايام ولا 4 ايام غنهز لي حوايجي، يعني انا نجيب الحوايج، خرج لي عاوتاني هو قال لي لا راه الا ما شريتيش مني هذاك الشيء رانا ما غنحلش لك الباب. ما غير بهذه الطريقه قال لي ما غن الا ما شريتيش داك الشيء، واخا انا لصقت الباب واخا كلشي، كيطردك القفل من الباب من برا وكيدير قفل من الداخل وكيرد على الباب الردمه. قال لي انا الا ما شريتيش مني، الا ما شريتيش مني هذاك اللي شايطه انا راه ما غنحلش لك الباب. قلت لي انا راه ما عنديش، ولا بغيتي نشريها منك صبر عليا نتفوه واحد شويه ونشريها منك، انا يلاه شاريه منك وما بقاش عندي الريال، الفلوس ديال البقعه كلها عطيتها لك، انا نشري منك بنصبر عليا واحد شويه نجمع، انا عندي 6 ديال الوليدات وراجلي تيخدم غير كيبيع ويشري، بعض المرات يبيع الربيع، بعض المرات البصله، بعض المرات كل مره وشنو كيبيع، يعني يلاه كيوكلنا ويخلص الكره.
اي هذيك جيت بحال ما خلانيش ندخل، قال لي لا حسيري دبري لي فلوس وقعد اجي دخل المحل. جينا بحالاتنا، المهم منين مشينا لبريكات سينا بانه يعطيني داري وسينا بانه ما عمره يلحقني. جينا منين دار لي بحال هكاك جيت بحالي عاود هبطت لبريكات، قلت لهم هذاك السيد اللي دار معايا التزام وشنو قال لكم شنو قال لكم، هذاك السيد راه ما بغاش يعطيني داري، تراجع في الاقوال. راه عاود شنو دار لي وها عاود شنو دار لي، عاود تعمرت عاوتاني محضر، بقاو كيصيفطوا لي السيد عام ما بغاش يجي، بقاو كيصيفطوا لي السيد عام ما بغاش يجي. واحد النهار جا عندي بطريبورتور قال لي امل شارجي لي الحوايج نديهم لك للدار، ندخلوا الحوايج للدار ونخليو البناي يلصق لك عاوتاني الباب ويصايب لك الحيوطه، يلا مشي انا وياك لبريكات. خلاني كان شارجي الحوايج في الموتور، انا شارجيت الحوايج في الموتور، قال لي نمشي نجيب كارو. خرجت قلت ما لقيتوش ما جاش، عيط لي قلت لي فينك عمر، قال لي انا راني مشيت واحد خويا دار كسيده انا غنمشي عنده ونجي. هادشي انا كلشي عندي مسجل، انا ما كنهضرش معاه الا ما سجلت. علاش ما تسجل؟ كنسجلو حيت في الاول فيه الغدر، حيت لو كان النهار الاول انت بغيتي تبيع لي 20 متر ولا 10 متر وكاع ما تسجلش لي محالي، انت اصلا داك المحل بايعو، عتخلي لي محلي وعاد تقول لي نبيع لك، ماشي من ساعتك عاد تسد لي، يعني هذيك عاد تسد لي حيت جيتي وسط عائلتك ووسط داركم، يعني ملي كنمشي كنبغي نهضر معاه تيخرج لي كلشي، عارف عنده كتافو سخونين وعارف عنده الحميه، انا كنمشي بوحديتي ما عنديش عندي الله، كنمشي بوحديتي كيخرجوا لي كاملين كنحني راسي وكنجيب حالي، راه ممكن انني غادي نجلس. ما كاينش الحق، راه كاين كاين واحد كاين القانون في البلاد، كاين قانون في البلاد. لا حقارين حقارين كيحقروا حقارين، هادو عائلتهم. حقارين كلهم، ما كاينش. نفرض ان الدري كاع كيبغي يتعامى، شكون كيرد ليه عقله؟ كترد ليه عقل امه واخته واخوه كبر منه، يقولوا ليه لا راك غتمشي للحبس، هذيك السيده راك بعتي ليها وكاتب عند محامي وساني انت وياها وناضي وكل شيء، ما كتسالهاش الريال، اعطي لديك السيده رزقها. هادو والدين ما كيقولوهاش ليه، كيخرجوا ليا كيبغيو ياكلوني، وجوج مرات كيمشيو لدارك وكنمشي معاهم وكيخرجوا ليا كاملين، حتى كيولي مسكين هذاك الجدار ملي كيمشي معايا كيديماري وكيمشي كيقول لي اختي اش غنقول لك، هاد الناس بازلك معاهم. النهار الاول كنتي تسولي على راسك، وانا النهار الاول كنت بغيت نسول انا باش هو غدرني. النهار الاول من بغيت نسول طلب باه من الشرجم يلاه نهضر مع باه، ويرد على باه الشرجم قال لنا ما تهضروش معاه، با مريض با حمق بحال هكا. وهاد الهضره في راس مو قلتها لمو قلتها لختو كلهم قلتها ليهم، قال لي ما تهضريش مع باب احمق. اللي خلاني انا ما سولتش من النهار الاول غنسول على راسي، انا ما سولتش. المهم منين شارجيت الموتور، انا منين شارجي الموتور وقال لي رانا مشيت نشوف خويا، انا تنويت فيه قلت ربما يقول راه شفروا لي، مشي ديكلاري يقول شفروا لي الموتور من حدا الدار من حقه. مشيت انا هبطت لبريكات قلت لي مراه السيد خلى لي طريبورتور وهاشنو هاشنو راه شنو عندي وشنو عندي معاه، قالوا لي الدارك ديال العياده سيري رجعي جلسي حدا الموتور. رجعت بصح نيت انا خليت راجلي جالس حدا الموتور حيت الحوايج في الموتور، جلس راجلي حدا الموتور. دخلت انا بحالاتي كانت الشتا داك النهاريات، جا دخل راجلي الله حيد الجاكيطه مسكين فزقات عليه الجاكيطه كتقطر، دخل على حيد الجاكيطه، جيتي انت ديماريتي الموتور كنسمعوا الموتور ديماره من الداخل، خرجنا كنجريو بدا الموتور بحوايجه. عندي اوديو كنهضر مع مراته كنهضر معاه ما بغاش يجاوبني، هضرت مع مراته قلت لها راجلك دار لي حوايج، قالت لي لا ما يديش لك الحوايج، وديما راه الموتور وبشا دار لي حوايجي جلسوا عنده شي 20 يوم. بقيت انا كنمشي كل نهار كنصدع الجندارم، كل نهار كنصدع الجندارم، واحد النهار بقاو كيستدعيوه الجندارم، واحد النهار عاوتاني هو يجي عندي قال لي امل قلت لي شنو، قال لي عرفتي اش عديري قلت لي شنو، قال لي صافي نتسامحوا انا وياك وانا مزوق فيك والله يرحم لك الوالدين وصافي الله غفور رحيم. والنهار اللي طلعت الحيوطة وطلعت ودرت الباب عطيته 20,000، وهاد 20,000 عطيتها له في راس الجندارم بأنني عطيتها له، حيت قال لي هذيك 10 متر و 20 متر عطيني فيها غير 40,000، قلت له أنا 20,000 واخا نتسلفها غنعطيها لك وما تعاودش تهضر معايا دابا، خلي راجلي يجمع واحد شوية ونكمل لك. السلام عليكم. منين دوزت واحد شويه هي هذيك فاش دا لي حوايجي قليل شي 20 يوم ويجي عندي قال لي صافي، وانا دابا اختي غنمشي للحبس وهذه وما عندكش اش ديري لي المشاكل، يلا جاب حوايجو جاب حوايجي معاه دخلتهم، عرفتي اش عاد ديري؟ لا مشى انا وياك لبريكاد اختي ديري لي التنازل، وانا ما قادش على الحبس وانا ما عندي ما ندير بمشاكل، ووقت ما بغيتي تشري مني هذيك ولا خليها. مشينا هي هذيك لبريكاد، وصلنا لبريكاد قال لي ما نعطيها دارها، المهم هذاك الجدار ما بقاش يثيق فيه حيت نوبه الاولى دار ليهم هكاك، قال لي واش مدخله حوايجك؟ قلت ليه لا، قال لي ملصقه الباب، قلت ليه لا، قال لي شوفي عيطي على شي حد يجيب لك حوايجك لدارك. عيطت على واحد جارتي
مكرات مسكينه موطور جابت الحوايج للدار، تسامحنا حنا في لابريكاد، عاود سينا بانه عطاني داري ما كيسالني ما كنسالو، سالينا جينا بحالاتنا. دخلت حويجاتي قبل من رمضان بشي فوقنا بنهار، دخلت حوايجي، كانت حاضره مو حاضر خوه الكبير، حاضرين كلهم، قالوا لي يلاه تهنينا ما بقاش بيناتكم المشاكل وعواشر هذه، بغينا نتهناو. دخلت حويجاتي صافي سكنت، كنضل نهار النهار بنهار كنضل في المدرسه بحال دابا المدرسه، قول من هنا لا بلاج باش بعيده المدرسه على ولادي انا باش باش نبقى غدا جايه، كندي ولادي مره كنضل معاهم بنهار، حيت انا اصلا باقا كاريه تما كاينه هذيك البلاصه، باقا كاريه في واحد البيت كوزينه ما طلقتش الكره حيت قريب ليا للمدرسه. كنمشي كنضل مع ولادي في الليل، كنجيب وليداتي وكنجي كنبات. شي 3 ايام في رمضان اما 4 ايام باه طلع علينا من الشرجم، حنا راجلي عنده حاشاك حمير وكروسه، باه طلع عليه من الشرجم قال الراجل حيد ليا حاشاك الحمار راه كيبيتني فايق. لغد لي راجلي قال لي ما نمشيش انايا، صافي سيري انتيا وخلي اللي عايق راس الصباح خليه معايا يبات معايا وسيري عنتي. لحقني راجلي مشى، بقيت انا وواحد البنيه وواحد الوليد، دخلنا في الرشت غنعس ويدق عليا مراته، جا هو ومراته دخلات سلام سلام، قلت لها سلام، قالت لي امل، قلت لها شنو، قالت لي اعطينا ال 20000 اللي باقا عندك، قلت لها انا هانتي انا راه ما عنديش ال 20000 ودابا الدخله ديال رمضان وانا ما عنديش تقول شي حاجه، ما خلاش ليا علاش نحط يدي، قلت لها راه ما عنديش شي حاجه، خلي بيد من وصل الدعم وهذيك 10000 ديال الدعم نزيد عليها 10000 اخرى ونعطيها لك. قالت لي شوفي انا راه اليوم شديته كان غاي حيد لك الباب عاوتاني وعيسد عليك، رانا شديته صحه. قلت لها عرفتي شحال ديري يا اختي، انا عييت من هاد المشاكل وبزاف عليا، انا بغيت نسد الباب خليه يسد الباب ما تبقاش شديه. نعس الصباح نط داكشي اللي جاني من راسي، قلت هذا عاوتاني يسد لي الباب، نط صورت المحل، صورت فراشي اللي فيه، صورت ولدي وبنتي ناعسين هكا في الفراش، قلت ليه وليدي هاتي المدرسه، قال لي قلت لي نوض البس حويجاتك وليدي هكا كلشي عندي فيديو، قلت لي نوض وليدي البس حويجاتك يلاه نديك المدرسه. خرجنا ولدي غيدخل مع 12، خرجت مع شي 11، بقيت غاده وصلت للدار، ديت ولدي للمدرسه، جا راجلي في العشيه، جمعت وليداتي مشينا كنلقاوه عاوتاني طير داك القفل، سد القفل من الداخل، دار عليها الردمه، قال لي راجلي مالك شنو درتي يا عمر، قال لي عرفتي شحال دير، قلت له بغيتي تمشيو عند الوكيل، سيروا عند الوكيل اللي عطاكم الوكيل شي حاجه نجي نعطيها لك. قال لك بحال هكا. بحال هكا. هي هذيك انا بقاو الحوايج، بقات شحال من حاجه تما كاينه مهمه، حوايج بلاكار فيه سبرديلات ديال ولادي، في حوايج ديال بنتي التربيه كاملين، بنتي التربيه كنطلب لها دابا كنطلب لها على الحوايج من عند الجيران باش كنلبسها، جيراني عندهم وليدات قدا كنطلب لها الحوايج من عند الجيران باش نلبسها. هي هذيك جيت بحالاتي مع عاود مشيت عنده واحد النهاريات وعيط ليا قال لي امك لي شنو، قال لي اجي عندي اي حاجه، قلت انا وياه عندي اوديوات، قال لي انا يعني كنتي كتسجلي كنتي عارفه انه غدر عيط ليا كنطلع ليا نمرتو كنسجلو، وانا هذا الشيء قلتو ليهم حتى هما، قلت ليه راه اي كلمه قلتها له قلت انا وياك كنسجلك، علاش حيت هو غدار ما فيهش ثقه. قال لي وعرفتي شحال ديري اجي عندي ونتفاهموا انا وياك، ملي لحقت عنده قال لي عرفتي شحال ديري، قلت لي عطيني حوايج بنتي، قال لي بعدا قبل ما نقول لي عطيني حوايج بنتي خرج بجنويه، ويلي والله الا جنويه دايره هنا شدوا شدوا بها، داير جنويه هنا في ظهره هو، انا بالي داير الجنويه اش غنقول لك، حيت مشيت عنده قبل من الفطور غيدبز ليا مع الراجل، غيولي واحد غادي للحبس واحد غادي للروضه، قلت الراجلي جر ولادي، مشاو معايا ولادي بجوج دابا كان ولدي الكبير غيقولها لك عنده 9 سنين، قلت الراجلي جر ولادي سير لهيه هذا السيد انا اللي شاريه منه خليه يقتلني. المهم انا بقيت كنغوت، قلت لي عطيني حوايج ولادي، قال لي شكون في العذاب دار العذاب اخوتي، دار ماشي ساكن ولا جار. قلت لي عطيني حوايج ولادي، اذا ما صح هذا القول اللي كتقول عندي شهود، عندي شهود راه عندي شهود وعندي شهود وعندي ناس وعندي اوديوات. قلتي لراجلك سير، قلت لراجلي دي الدراري ورجع اللور، انت ما شاريش منه خليه يقتلني، انا اللي شاريه منه خليه يقتلني. المهم بقيت تنغوت، قلت لي خرج لي حوايج بنتي، قال لي ما عنديش حوايج، صيفتهم لك مع واحد مول الموتور بحال هكا، قال لي صيفتهم لك مع واحد مول الموتور وسيري عند الوكيل اللي عطاك الوكيل شي دار اجي سكني فيها. جريت راجلي قلت لي يلاه مشي بحالي، انا علاش ما كنقدش، راه كيقولوا لي الناس لا دارك هذيك فرعي الباب ودخلي، ولكن انا ديك ديال فرع الباب وندخل راه ما كيهضرش معايا سيادي بوحديته، راه كتخرج مو كتخرج اختو كيخرج باه كتخرج مرت خوه كيخرج خوته كاملين هو مرته كلشي كيخرج، يعني انا لا مشيت حتى حطيت يدي في الباب غطيح الروح. كنتفادى هذاك الشيء لانني انا واصله مع المخزن، كنعاود نجر وليداتي وكنعاود نمشي للبلاصه اللي كاريه فيها، مشيت
هاد الايامات جا عند راجلي راسو قبل من العيد، قال الراجلي ما تعطيني حتى ريال اخويا مصطفى، هو باع الحوايج وهو بغى انا يدير ليا هكاك يثبتك على ود الحوايج حيت باعهم. قال لراجلي عطيش عدير ما تعطيني حتى ديك 20000 ما طاش ليا اخويا مصطفى وصافي سير خد ما حالك، وما بقاش ندابز انا وياك والله ما نبقى نقيس كندير التزام. قال لي راجلي واش باك ما كاين ما اكثر من التزام الجمرات كديروا عند الجندارم، عاد بغيتي ديروا في مقاطعه الجمرات كديروا عند الجندارم. هاي هذيك هو يقول لي عطيش عدير، قال لراجلي انا ما كنهضرش معاه انا صافي وليت نقول راجلي صافي هذا ما بقاش ديال الهضره بيني وبينه المخزن خرج لك من هياتك. قال لراجلي لا وحسبني اخوك الصغير وانا ما عندي عقل، وقال لي راجلي راك راجل من 8 سنين ولا 9 سنين وانت مجوج كيفاش ما عندكش عقل؟ لا ما كنتش بحال هكا وساعات ولا والغير كيوقع عرفتي اش عدير دابا سير لمحالك هز حوايجك وسير لمحالك. قال لي راجلي انا ما غنمشيش لمحالي وحوايجي واش باقين تما كاين هذوك الحوايج اللي تم واش باقين تما؟ قال لي حوايجك باقين. قال لي وشنو دابا؟ قال لي جيب لي باب لصقوا لك عاوتاني حيت هو الباب تينصلو وتيطلع بلا الطوب من نهار اللي تيخرج ليا تيعرفني ما نعاودش نرجع كينص الباب وتيطلع بلا الطوب. اه قال الراجل عاوتاني سير شري باب وجيبو لصقو وانا غادي نكون هاني ما نهضر معاك ما ندويك ما والو. قال لي راجلي تاكد عليه راه واحد الاوديو انا غنسمعو لك ياكد عليه راجلي كيقول ليه واش حوايجي باقن؟ تيقول لي باقن خويا مصطفى حوايجك ما مشاتش منهم شي حاجه. والبارح قال لي راجلي دابا فات العيد غنمشي للمرا نقاد داك المحل نهز حويجاتنا ونمشيو ليه. قلت ليه سير مشى عنده قال لي هادشي معايا. قلت لي انا ما نمشيش معاك انا ما بقيتش بغيت نمشي عنده وما بقيتش حملت نمشي عنده وما بقيتش بغيت نشوف داك الوجه حيت هو غدار. هي هذيك مشى عنده راجلي دخلو قال لي لقى عنده بعدا راجلي واحد مول بالي البيع كيشري هادشي ديال الحوايج وداكشي الله اعلم واش بغى يبيع ليه شي حاجه من المحل ولا الله اعلم. مشى عنده راجلي قال لي دخل. قال لي راجلي انا ما ندخلش. قال لي لا دارك هذه. قال لي لا داري كنت ساكن فيها وعطيها ليا باقا دارك تعطيها ليا تولي داري. اي هذيك قال لي يلا دخل هو يدخل هو وياه. دخل راجلي قال ليه دابا اخي مصطفى غنمشيو نجيبو الباب نجيبو الطوب. قال لي راجلي بلاتي ما غنجيبو لا باب لا طوب حيت انا راجلي قلتها لي منك قلت تشوف الحوايج. قال لي حوايجي ما عاد شكون دخل شفرهم. قال لي واش شفروا حوايجي انا من حوايجك ما شفروهمش؟ لا هو دابا معاه الباب محيد وهذه وراه ما عاد شكون دخل شفر الحوايج وما عرفتهمش فين مشاو. قال لي راجلي عمر قال لي شنو؟ قال لي منك من مراتي بيناتكم المخزن. واخا قلتيها لقاو سكران هاج نويا عاود يدنا انا جالسه ما عليا ما بيا حيت انا شحال من حاجه مشات ليا تما كاينه. البارح شديت راجلي وجيت انا وياه للسوق خديت ماكينه حيت انا كنصبن على بيدي داليا هو كلشي. شديت راجلي جيت خديت ماكينه غادا دازت على راجل اختي. راجل اختي كيعرفهم بحال هكايا شي واحد قال لي راه تشد من دزت على راجل اختي. قال لي واش امل عيطوا لك الجندرم استدعاوك لبريكاد ديال العياده؟ قلت لا حيت انا لبريكاد ديال العياده عندهم ديكلاريت بانه دار لي حوايجي في الموتور. منين قال لي واش استدعاوك لبريكاد ديال العياده؟ قلت ليه لا. قال لي وراه عمر شدوه. قلت ليه امتى شدوه؟ قال لي ما عرفتش امتى شدوه. المهم شي واحد قال لي راه شدوه. هي هذيك قلت راجلي يلاه نمشيو. مشيت لبريكاد كنسول قالوا لي دات عندنا عمر كي ما جيتيش. قلت ليهم ماشي انا اللي خاصني نجي نتوما عندكم النمرة ديال التليفون وانا معمره محضر كنتو تعيطوا ليا. قال لي ودابا صافي حنا نتابعوه حنا عرفناه في كاين حنا نتابعوه في العرجات. جيت بحالي اليوم كان سكران وهز جنويه. اه قالوا لي قلت لهم لا كان سكران راه 48 ساعه ويخرج نقص واحد الجدارمي. قال لي لا. قال لي عنده جنويه يدي عليها 6 شهور. كملي جيت شغل القضاء. المهم قال لي زعما عنده الحبس على الجنويه اللي هاز حيت ما عندوش حق يهز الجنويه. مجيت بحالاتي هو يقول لي منين جينا للدار انا المحضر اللي كان عندي في لابريكاد ديال الجندارم اللي مسيني فيه هو جوج مرات ومسيني فيه انا ثلاثه المرات بانه جوج مرات عطاني محالي والمره الثالثه قلت لي مسافر هذا السيد مبا يعطيني دار لي حوايجي دار لي كلشي صافي راه من بقى يعطيني حتى حاجه. قلت لي مصيفطوه ليا الوكيل. كنجي اليوم عند السيد الوكيل استقبلني دخلت عنده الله يكثر خيره الله يرحم ليه الوالدين. عطيتو الرقم ديال الكور اللي صيفطوه ليا الجندارم قرا الرقم ديال الكور باش جا المحضر. قال لي واش شفتي في بلاصه الشكايات؟ قلت ليه مشيت لبلاصه الشكايات حيت انا سولت في المحكمه كامله عاد التجأت للسيد وكيل الملك. منين قال لي قال منين عيط وقيلا عيط لبريكاد ولا ما عرفتش قالوا ليه وقيلا كيتسناو هو على الراجل اللي بيع ليا. قال ليهم راه معتقل صيفطوا لي المحضر ديال هاد السيده هو يقول لي الله يجازيه بخير. قال لي من هنا يومين بنتي رجعي عندي
وعنبت في هذا المحضر ديالك صافي. وانا دابا من المحكمه جيت لهنايا من المحكمه. شنو الرساله ديالك في الاخير؟ الرساله ديالي كنقول لهم الله يجازيهم بخير المسؤولين. هذاك السيد ضيعني وضيع لي ولادي وعندي 6 ديال الوليدات وانا ما غندير لهم غير فين يسكنوا وما بقاش مجلقا بهم في الكرا. وهذا السيد اللي كاري لي راه لقيت في قلبه الرحمه وكان لي ما كيبغيوش يكريو لي ب 6 ديال الوليدات. ما درتيش هذاك السكن الاقتصادي ولا السكن الاجتماعي اللي دابا دايره الدوله؟ عطيتي 4 المليون في سكن غير يعني غير عشوائي. باقي ما خرجش هذا الشيء ديال الدعم. وانا دابا كنقول لكم غير رد لي فلوسي كون دفعت في السكن الاقتصادي خير لي. دابا الدوله دارت اختي. ما كانش ديك الساعه ملي شريت منه انا راه شريت منه واقيلا في شهر 12 باقي ما كانش. ديريها راه دارت الحكومه للدراويش فين يسكنوا. انا كنقول لي لا رد لي فلوسي ما نعاودش ندير بحال هذا الشيء. كون رد لي غير فلوسي كون مشيت دفعت لي في السكن الاقتصادي خير لي. حيت كرفصني وعذبني وبزاف. وملي كيجبد الجلويه ولادي كيشوفوا فيه دراري صغار ديك النهاريات في رمضان الدراري ولادي مخلوعين. وليت تنقول للراجل اللي يديها الدراري حيدهم. متخلعيش سمعني هاد مخلوعين كلهم. حنا في دوله الحق والقانون. رجال الدرك الملكي مشكورين لانهم كيفاش شافوا واحد سكن عنده جنويه داو. برافو لكم رجال الدرك الملكي بصفه عامه والناس ديال ورجال الدرك الملكي او جهاز الدرك الملكي في بوقنادل تنقول لكم برافو. حتى في العياده برافو. وكيل الملك اللي استقبلك تنقولوا ليه شكرا لان كيبين على ان مدى القضاء قرب له بقضاء ولا مؤسسه القضائيه من المواطنين. اختي كلمه اخيره. كلمه اخيره كنقول لهم حاجه واحده نقول لك ما تخافيش لان نحن في دوله المؤسسات وحتى شي واحد ما فوق القانون. كنقول للمسؤولين الكبار ياخذوا لي حقي من هذا السيد. اما يعطيني السكن ديالي اما يعطيني فلوسي. انا ما طالبه منه حتى حاجه حيت انا النهار الاول شريت منه شريان ديال الصفا عطيته رزقه وكتبت انا وياه عند محامي ما كيسالني ما والو. يبتو في هاد القضيه هذه وما يضيعونيش وما يضيعونيش في رزق ولادي. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. كنا معكم من عاصمه انوار الرباط. نتمنوا على امال شابة 30 امال ام 6 اولاد متزوجه. نتمنوا على ان تلقى لها حقها. وعندنا الثقه في المؤسسه القضائيه. عندنا الثقه في رجال الدرك الملكي في بوقنادل جهاز الدرك الملكي من طنجه للقويره. برافو لكم. عندنا الثقه على وجه الخصوص في رجال الدرك الملكي بوقنادل على انهم يرفعوا لها حقها. الان القضيه بين القضاء في يد وكيل الملك. شكرا لانك ابنت يا سيدي الوكيل الملك على قربك للمواطنين باستقبال امل كانت تعاني معاناه حقيقيه. فعلى الاقل انا هضرت معايا قبل ما تدخل عند السيد وكيل. هضرتي معايا كنتي حزينه فاش دخلتي مشيتي عندي تكلمات معايا تتبكي وفقت لي ندخل. قلت لها اوكي فسالي مع وكيل الملك مرحبا بك نتلاقاو. كي سالت مع وكيل الملك اتصلت بيا وجات عندي وشفتها وجهها منور. حيت سيد وكيل الملك ديك ديال عطاني كلمه زوينه وبت في القضيه وقال لهم صيفطوا لي المحضر من قال لي من هنا يومين رجعي عندي. يعني عطاني امال بانه واخا تشد هو غادي نتابعه. عطاني امال. انا قلت صافي دابا تشد ما بقاش عندي فين نتابعه فين. يعني فقدت الامال. وسيد وكيل الملك عطاني امال بانني نتابعه وباقي لي فين نتابعه. والله ياخذ لي حقي منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. شكرا مشاهدينا الكرام على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. ما تمشوا فيه خليكم على قناتكم قناه شاب شوف تي في. سلام الله عليكم.